افتتح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد الدورة التدريبية 42 للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بمبنى الإذاعة والتلفزيون. أتمنى أن تكون الدورة دي مفيدة، الدورات القادمة هتكون أحسن وهتكون أحسن. الدورة 42 للإعلاميين الأفارقة بمركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. الدورة تقدم باللغة الإنجليزية ل36 إعلاميا من 15 دولة إفريقية. النهاردة بداية العام التدريبي بالكامل، العام التدريبي السنة دي بيضم 10 دورات، دي الدورة الأولى على مدار السنة لغاية شهر أغسطس إن شاء الله. إحنا بندرب إذاعيين ثم تلفزيونيين ثم صحفيين بالاشتراك مع اتحاد الصحفيين الأفارقة، بيشوف تقنية أكتر، بيشوف دولة كبيرة مهمة بالنسبة له قوي. احنا جزء من الدورات مش فقط ان هو يتدرب، جزء من اهدافنا ان هو برضو يشوف مصر بعد ثورتين، مصر النهاردة، يشوف التقدم الإعلامي في مصر، يبقى في نوع من التواصل بين الإعلاميين المصريين والإعلاميين الأفارقة. منذ 1977 قدم المركز باللغات العربية الإنجليزية والفرنسية 236 دورة لقرابة 5000 إعلامي من كل الدول الإفريقية. هذا المعهد تطوير مهم حيث يلائم الظروف الجديدة. هو أهم حاجة في هذا الموضوع، الموضوع الحرفي، الموضوع المهني، ندرب أخواننا الأفارقة سواء كانوا إذاعيين أو سواء كانوا تلفزيونيين أو سواء كانوا صحفيين على فنون التعامل مع القضايا المتعلقة بالإعلام، إدراك الصحفيين الأفارقة لأهمية العلاقات الأفريقية على ما عداها من العلاقات. سأطور إمكاناتي وخبراتي التي اكتسبتها من التلفزيون الزيمبابوي الرسمي، لأن خدماتنا لم تتحول إلى الرقمية بعد. أعتقد أنني سأستفيد كثيرا. أود التعرف على كيفية إخراج المحتوى التلفزيوني، خاصة طرق الإعداد والإنتاج والتقنيات المستخدمة فيه. علمت من تجارب متدربين سابقين أن بإمكاني تعلم الكثير من مدربي المركز لعمق خبرتهم ومدى تمرسهم. 40 عاما من احتضان القارة الإفريقية إعلاميا هذه المرة، رسائل بثلاث لغات ليس لها أن تترسخ إلا بواقع كهذا. عمر نور الدين، أون لايف.